فصل جديد من فصول الأزمة الليبية يطوى بنجاح، حيث أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إعادة فتح الطريق الساحلي وتأمينه لضمان سلامة وأمن المارة. تعلن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، اعتبارا من تاريخ هذا اليوم الجمعة الموافق 30/7/2021. وهي تطمن اللجنة أيضا، تطمن اللجنة كافة المواطنين من مستعملي الطريق الساحلي بأنها تخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة العسكرية 5+5. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد لدبيبة رحب بإعادة فتح الطريق الساحلي ووصفها بالخطوة الجديدة في البناء والتوحيد. وأعلن الجيش الوطني التزامه بهذه الخطوة، لكنه شدد على أن السلام الشامل في البلاد لا يتحقق من دون خروج المرتزقة من دون شروط. نؤكد بأن بلوغ السلام العادل الشامل الذي يطمح إليه الليبيون ونعمل من أجله بكل صدق وأمانة لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية مغادرة غير مشروطة عاجلا وليس آجلا. بعد فتح الطريق الساحلي إذن ستتجه الأنظار إلى تطبيق باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار كما أشار حفتر، بنود ستكون ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة من نشاط اللجنة العسكرية المشتركة، إذ أعلنت اللجنة عن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، ودعت كل الدول المعنية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني.